السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة مجرة. اليوم أول درس الروحانية هي كيفية معرفة السحر المرشوش. كما كتعرفوا السحر أنواع، كاين السحر المرشوش، التوكال، سحر البودو. اليوم أول درس يعني غنوريكم السحر المرشوش وكيفاش تعرف عليه. كما كتعرفوا الطاقة أنواع، كاين الطاقة الموجبة والطاقة السالبة. الطاقة السالبة توجد عند الجن، أما الطاقة الموجبة توجد عند الإنسان، لأن الإنسان له جسم مادي، أما الجن له جسم غير مادي، يعني عبارة عن روح وطاقة، يعني طاقة توجد بها روح، بالعكس الإنسان. أما الإنسان يعني عنده جسم مادي اللي هو الجسد والروح والطاقة، أما الجن لا يوجد له جسم. السحر المرشوش كيف يتعرف عليه؟ مجرد أن مثلا قدم الإنسان، أغلبية يكون السحر المرشوش يكون في الأرض، أغلبية مجرد ان القدم ديال الانسان هو شي طرف من جسم الانسان يدوس حدا ديك السحر، يحس نوع من الجاذبيه، الجذب. وشنو كيكون فيه ديك الجذب؟ داك العقد اللي معدد بها ديك السحر المرشوش تجين، كتحس بان الطاقه كتجبدك، اما اذا داس عليها ولا هذيك كيسحب ديك الطاقه كامله. وديك الطاقه شنو كتعمل؟ كتمشي لمركز الطاقه ديال الجسم وكتبدا تشوفها، كيبدا يحس الجسم بالعياء والقدره على التركيز ما كايناش بزاف الاعراض. وهنايا كيتسال الفيديو، ونرجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، والى اللقاء.